السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نجاوبوا على واحد السؤال مهم بزاف واللي كنلاحظ بزاف من خلال التجربه ديالي ان واحد العدد كبير ديال الناس كيديروا فيه اغلاط، اللي هو كيفاش غادي نتعامل مع الفورنيسور ديالي، كيفاش غادي نيغوسي معاه، وكاع لي تاكتيك دو نيغوسياسيون اللي يمكن لي ندير، وكيفاش نتفادى بعض الاغلاط اللي كيكونوا كارثيه ما نعاودش نطيح فيهم. فهذا هو موضوع الحلقه. بيان سور هاد الاسئله كاملين ديالكم اللي تنجاوب عليهم راه تناخذهم كسوا من لاباج ديالي في الانستغرام سوفين صبار، هي اللي تنجاوب فيها بزاف على لي ميساج وهي اللي تناخذ منها لي ميساج. دونك اللي مازال ما مابونيش فيها يمشي تابونا فيها باش نجاوبوا على لي ميساج ديالو، باش يشوف دائما يتبع الجديد اللي كنطرحوه في هذا المجال هذا. كذلك كاين لاباج فيسبوك سوفين صبار، دونك حتى هي تنجاوبوا فيها بعض المرات، ولاشين يوتيوب اللي مازال ما مابونيش يتابونا فيها باش يوصلوا دائما الجديد. دونك اليوم غادي نهضر على واحد القضيه مهمه جدا اللي بزاف الناس كتعاني منها وكتشوف فيها اغلاط كارثيه يوميا تنشوفهم. فلذلك قررت ندير هذا الفيديو باش نحاول نوضحوا بعض الامور. اول حاجه غادي نهضروا على كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد لي فورنيسور ديالنا، وكيفاش غادي نيغوسيو معاهم الثمن، وكيفاش غادي نشريو من عندهم السلعه. اول حاجه بيان سور لي فورنيسور ديالنا راه ماشي هما غير الناس اللي كيبيعوا لينا السلعه، راه يقدر يكون شركه ليفريزون اللي تخدم معاها راه فورنيسور ديالك، ليكيب اللي معاك راهم دي فورنيسور ديالك تيبيعوا لك الخدمات في الوقت ديالهم. كذلك كتخدم الادس راه بيان سور، راه الا كتخدم مع شي اجونس ديجيتال راه فورنيسور ديالك، الا ما كتخدمش كتخدم ديريكتومون مع الفيسبوك راه بيان سور فيسبوك راه فورنيسور ديالك. دونك اي حاجه كتشري الباكاجين كتشري اللي شريتيها راه كتشري من عند ان فورنيسور كاري ان بيرو بوتيتر، كتخلص اي خدمه كيف ما بغات تكون كونطابل عندك، هادو راه كلهم سي دي فورنيسور. كاين فورنيسور ديال السيرفيس وكاين فورنيسور ديال لي برودوي ديال السلعه. دونك لا نيغوسياسيون هنا راه دائما غادا تكون حاضره، دائما لا غادي دير واحد لونتربريز ديالك وغادير المقاوله ديالك راه لا نيغوسياسيون هي الحاجه المهمه، لان دائما انت في لا نيغوسياسيون فيما مشيتي غاد ملي غتبدا المقاوله ديالك راه فيما مشيتي غادا تشري، غتشري كلشي، غادي خصك لي صوب كلوغو الا ما كتعرفش تصوب راسك، غادي تجيب انفوغرافيس دونك غتنيغوسي معاه، غادي خصك شي واحد يصوب لك سيتو غادي تنيغوسي معاه، غادي خصك شي واحد يبيع لك السلعه غتنيغوسي معاه، غادي خصك واحد يكري الكبير غتنيغوسي معاه، غادي خصك شي واحد يبيع لك الطوابل والبيسيات والتليفون فاش تخدم اكسترا، كلشي هادشي غادي دير دي نيغوسياسيون. وهاد دي نيغوسياسيون مهمين جدا مهمين جدا، لانهم هما اللي كي الا عرفتي الا تعاملتي مزيان بهم وعرفتي ليهم راه كدير واحد العلاقات اللي كتعاونك من بعد بانك تطور المشروع ديالك رابيدمون، ويلا زلقتي راه كتهدم العلاقات ديالك سكيفي، راه كتبقى دائما كتبيدالي في الخوا. دونك لا بونك بيان سور نسيتها، راه نيغوسياسيون راه فورنيسور حتى هي بيان سور بزاف الامور اللي هما اللي تيكونوا لا غتلقى دي فورنيسور اللي خصك تعرف كيفاش تنيغوسي معاهم لي بري ديالهم وكذلك البوزوان ديالك معاهم اكسيتيرا اكسيتيرا. اول غلط كنشوف بزاف ديال الدراري كيديروا، هذا غلط كارثي وكديروا لا ماجوريتي مالوغوزمون لي سوء الحظ. اشنو هو هذا الغلط؟ هو لا نيغوسياسيون بالطليب. هو كنمشي عند واحد السيد وكنبقى نقول ليه هو التعاون معايا، وانا راه يلاه بديت، وانا راه يلاه غادي نبدا، وهادي وانا نقص ليا، وانا راه مازال ما عنديش، وانا راه ما فحاليش، وهذا البكاء. دونك هذا كارثي، هذا اخيب تكنيك دو نيغوسياسيون يمكن لك ديرها، وغادي نشرح لك بيان سور علاش. هو علاش بزاف كيديروه؟ علاش هو شاع ولا معروف ولا مشهور هاد القضيه هادي؟ لان بعض المرات كتعطي نتائج. فاش كتعطي هاد النتيجه اي سي فري، انت غتمشي عند شي واحد غيبيع لك السلعه مثلا جمله، خديتي من عنده واحد 1000 درهم مثلا ديال السلعه، بقيتي كتبكي عليه وانا يلاه بادي وانا تعاون معايا وانا ندير هادي، يقدر هذاك السيد من جانب انه من الجانب الانساني يقدر يقول سي فري هاد السيد يلاه بادي تعاون معاه نقص لك واحد 100 درهم اولا 200 درهم على داكشي باش كيبيع هو نورمال. هنا اي سي فري انت راه نقص لك دابا 100 درهم اولا 200 درهم، ولكن هنا اشنو اللي نقص لك او ميم طون؟ اللي نقصات لك او ميم طون هي السمعه ديالك، هي لا ريبوتاسيون ديالك، ان داك السيد عمره ما باقي يتصاحب معك ولا يعرفك ولا يدير معك شي بزنس نهائيا، غيبقى بيان سو غيبيع لك دائما غادي يبقى يبيع لك، ولا نقص لك مره ما غيعاودش نقص لك بزاف د المرات، نقص لك مره واحده، ولكن لا ريبوتاسيون ديالك راه مشات معلم، مشات كاريمون مشات. علاش؟ دائما هذاك السيد غيبقى ياخذ عليك فكره هذاك الطلاب، هذاك اللي خص الناس يتعاونوا معاه، هذاك اللي غادي يجي غالي
غادي يمرضني باش ياخذ رخاء. فسكيف ما عمرك ما دير شي علاقه هنا مزيانه مع عباد الله، لان حتى شي واحد في الدنيا ما باغي يكون مع شي واحد اللي بقى يتعاون معاه. انا ما بغيتش نكون مع واحد لا نبقى نتعاون معاه علاش نبقى نتعاون معاه. انا باغي نكون مع شي واحد في ريلاسيون يكون معاه وين وين، انا نستافد منه هو كيستافد مني. الا جا عندي واحد يبقى يطلب فيا باش نقص ليه نقص ليه، نقدر نقص ليه واحد لو كان انني نيت انا باغي نبيع داك السيرفيس ديالي. انا راه اصلا غنبيع ب 80 درهم وتنقول لك راه انا نقص لك 80 درهم، ما نقص لك هي راه ما نقص لك حتى شي حاجه، غير نقص لك غير القيمه ديالك طيحتيها فابور بهذاك الطليب والرغيف ديالك. فانا ما عمرك تمشي بهذه لافاسون هذه ديال انك تطلب وترغب، لان ما عمرك ما تشوف غير هذيك اللحظه فقط اللي تجي تشري منها انت داك السلعه ولا تشري من داك السيرفيس. ديما تكون عندك فيزيون لون تيرم، انا داك السيد راه غنشري من عنده اليوم وغدا غنقدر نبيع ليه، غدا راه نقدر انا نبيع ليه واحد الخدمه، ولا نقدر انا نبيع ليه شي حاجه، ولا نقدر نحتاج من عنده شي كولابوراسيون، ولا ندير معاه شي بزنس، ولا يكون شريك ديالي ولا شي حاجه. فهنا ما عمرك تنسى بان راه يقدر تكون هاد لوبسيون هذه. وإلا بديتي معاه بالطليب والغيب راك حرقتي ليماج ديالك، انت السمعة ديالك هي الأساس، ماشي ديك 200 درهم اللي غادي تربحها في برودوي ولا في خدمة ولا في سيرفيس، لا هذيك راه أي يمكن لك تنيغوسي، ولكن ما عمرك تمشي بالطليب لأن السمعة ديالك راه طايح كاريمون. وحتى شي واحد أنا تنعاود نكرر، حتى شي واحد في الدنيا ما باغي يكون معاه، ما باغي يدير غولاسيون ولا يدير كولابوراسيون مع واحد كيطلب وكيبغي الناس غير يتعاونوا معاه وغادي بهاد العقليه ديال الطليب والغيب والفقر وداك الشيء كامل. فبيان سور اي واحد في الدنيا باغي لي كولابوراتور ديالو يكونوا دي جون اللي هما مزيانين وقتيقين في راسهم وعارفين راسهم واش باغين. وماشي تنقول هنا بالمفهوم انك راه خصك غير الثمن اللي قالك غادي تجي تشري من عنده، هذا راه غلط. لا بيان سور غادي نيغوسيو، نقول لك كيفاش تنيغوسي، ولكن بيان سور ما عمرك طيح القيمه ديالك باش يطيح لك 50 درهم من الثمن ولا 200 درهم ولا 400 ولا 1000 درهم كاع، عمرك ما طيح القيمه ديالك، لان يعني القيمه ديالك خصها تكون كتسوى كثار من هذه الفلوس كامله. فلذلك دائما ما عمرك، انا تنعاود ناكد، ما عمرك طيح القيمه ديالك في لا نيغوسياسيون. غادي نمشي نشري واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس، غادي نيغوسي هذاك السيرفيس. نجي عندي السيد مثلا قال لي هذا البرودوي هذا السيلو مثلا ب 5 دراهم، فانا ما غاديش نقول ليه لا وتعاون معايا وانا بغيته ب 3 درهم، لا ما هذا غلط. علاش يتعاون معايا؟ ما عندوش علاش يتعاون معايا داك السيد، هو كيبيع وانا كنشري، انا متعاون معاه هو يتعاون معايا. ايه سي فري، ولكن ماشي انا نجي عنده نبقى نقول ليه عافاك وانا ما عنديش وانا هذه، لا عندي الفلوس راه غادي نمشي نشري. ما عنديش الفلوس ما غاديش نمشي نشري حتى نجمع هذوك الفلوس وندير بناقص انا كاع من داك السيرفيس ومن هذيك السلعه كاريو، ولا نقلب على شي واحد اللي هو عنده الفلوس ومحتاج السيرفيس وانا نتشارك انا وياه وهو يمول لي الخدمات ديالي. اما باش نجي نبقى نطلب هذا راه تنقولها وتناكدها غلط، لان راه غادي تحرق ليماج ديالك. فدابا الا بغيت نشري انا هذا مثلا هو قال لي 5 دراهم وانا اش غادي ندير؟ انا بيان سور غادي ندور في السوق قبل ما نجي نسول واحد على واحد البرودوي، ندور في السوق ناخذ دي زيدي على لو بري، نشوف واش فعلا هذا في السوق تيسوى 3 دراهم ولا كاين 5 دراهم، ولا كاين شي واحد يبيعوا لي اول رخص منه بواحد 3 دراهم ولا 4 دراهم. دونك خصني دائما ما عمرني ماشي نمشي عند واحد وديريكت ما نشري من عنده، تنسول على الاقل ناخذ 4 ولا 5 ديال لي بروبوزيسيون على لو ميم بروبي، الا ما لقيتش هذا نشوف شي واحد بحاله في السوق اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن نمشي عند السيد غايقول لي هذا 5 دراهم، غنقول له راه ماشي ب 5 دراهم، راه لقيت انا رخص منه ولكن انا بغيت نتعامل معاك في اون غولاسيون من هنا لقدام، فدير واحد لو بخي اللي هو مزيان باش من هنا لقدام نبقاو خدامين من هنا مزيان. فانا تنحافظ اولا على القيمه ديالي، وتنقول هذاك السيد ودينا راه ماشي راني عارف لو بخي ديالو في السوق شحال هو، باش هنا داك السيد الا فريمون غادي يبيع راه غادي يبيع غادي ينقص، لانه راه عارفك عرفتي بان الثمن ديال هذاك البرودوي في السوق شحال هو داير. وثاني تنعطيه بان غادي نقدروا نديروا واحد لا كولابوراسيون من هنا لقدام، وتنقول انا راه ماشي مشكله ديال الثمن ولكن ديال الفلوس، راه انا نشريه ولكن انا ما كنبغيش نتشمت. انا الا كان ثمن 3 درهم انا نخدم 3 درهم، ما غاديش تشمتني انت تبيعوا لي هنا. باش هنا انا ديما تنحط راسي في واحد لا بوزيسيون دو فورس، ماشي تنيغوسي بالطليب، لا انا اللي تنكون في لا بوزيسيون دو كونترول. ولا داك السيد تبارك الله بغا هو هذاك ما بغاش، غنشوف واحد اخر اللي يبيع لي لو ميم سيرفيس. ومي بيان سور مني ما تيكونش عندي لو شوا، بحال دابا مثلا غنخدم مع فيسبوك وانا عندي فيسبوك، راه ما عندك ما تنيغوسي، راه غادي تشري عندك فلوس شري، ما عندكش الفلوس بلا ما تصدع راسك. دونك هذا واحد لو كوتي. لا نيغوسياسيون تاعي كذلك راه عندها دي ليميت، راه ما يمكنش حيت انا ما عنديش راه خاص الناس كاملين يديروا لي اللي بغيت فابور، راه ما يمكنش. انا بيان سور خاص نكون عارف هذه القضيه هذه، راه انني كنعرف
كنعرف بانه راه بيان سو غادي تعطي حتى انت واحد الكونتر بارتي، غير هو كنحاول ان ديك الكونتر بارتي تكون فريمون وين وين، ان داك السيد غادي يعطيني واحد الحاجه اللي انا محتاجها بواحد الثمن اللي هو مناسب واللي هو كيسلك الجميع، ولكن ماشي في اطار انني نطيح القيمه ديالي ونولي فداك كنسعى وكنطلب الرغب باش ينقص ليا 50 درهم فغير يخلي عندو ديك 50 درهم ديالو القيمه ديالك تبقى مزيانه. دونك هذا غلط ما عمر واحد يبقى يديرو، لانه كيأثر بزاف. كذلك دائما ملي كنمشي عند واحد الفورنيسور نسوء كيف ما قلنا بيان سور كندير ديما الخدمه ديالي انا ديال لا بريباراسيون، ودائما اش تنشوف ان فورنيسور اللي بعض المرات واخا يقدر يكون مغلي عليا لو بري، واخا يكون مثلا في السوق هذاك لو بري ديال واحد خاينه غيبيع عليا ب 100 درهم، ولكن واحد السيد اخر غيبيع ب 120 درهم غالي، ولكن الا هذاك السيد غيعطيني دي زافونتاج في البري مثلا في الفينونسمون، هذاك السيد ما يكزيجش عليا نخلص ليه دابا السلعه كامله عاد نهزها، مثلا يقدر يقول لي خلص غير 50% دابا و 50% حتى من هنا واحد 15 يوم اكسيتيرا، بما دارت بيان سور الخدمه اكسيتيرا، وعاد كمل لو غيست. هنا نقدر انا الا ما عنديش كابيتال وما عنديش تمويل راه كتبقى هاد لوبسيون مزيانه. كذلك الا مثلا هو غادي يدير لي شي سيرفيس مزيان، ولا غير هو طريقه المعامله ديالو مزيانه وغادي نقدر انا وياه ندير واحد البارتنرشيب من هنا لقدام، فبيان سور البري بوحدو ما كيهمش، كنشوف الباكيج كامل ديال لو سيرفيس زائد البري ديالو زائد لا كاليتي ديال البرودوي ديالو زائد بزاف الامور، واش غادي يقدر يسربيني، واش انا ما غيتسوقش ليا. فهنا دائما تنشوف ما تنيغوسيش غير البري بوحدو ونسى الشيء الاخر، تقدر تنقص واحد 30 ولا 40 درهم في واحد البري واحد البرودوي ولا في واحد السيرفيس، ولكن راه غادي تنقص لك بيان سور هذاك السيد ما يجاوبكش ما يتعاملش معاك مزيان يخليك تتسنى اكسيتيرا، فهنا كتولي عاوتاني هذيك 40 درهم ما بقاش عندها حتى قيمه اللي نقصتي من هذاك لو بري. فهنا كذلك كيف ما قلت كنحاول دائما نيغوسي على لو باكيج كامل، ودائما نخلي اللي نحافظ عليه دائما هي السمعه والقيمه ديالي، لان ما ننساش بان اليوم كنشري من عند واحد السيد واحد الخدمه غدا راني نقدر نكون كنبيعها ليه انا، وانا اللي نولي في هذاك لا بوزيسيون. وبيان سور ما يمكنش حتى البارح جيتي كطلب في واحد خينا باش ينقص لك 50 درهم واليوم جاي تبيع ليه وغتقول لي انا راه حكا انا راه عندي سيرفيس مزيان وعندي كومبيتونس وعندي اكسبيريونس، ويقول لك واش انت البارح عاد كنتي كطلب فيا واليوم جيت تقول لي عندي سيرفيس مزيان كي درتي لك، وكان عندك سيرفيس مزيان كون عندك الفلوس باش تجي تخلص، ماكشي تجي تطلب انا تقول لي تعاون معايا. فهنا بيان سور رد بالك من هاد لا سيتياسيون اللي تولي محطوط فيها، لان سيتياسيون خايبه. دونك هذا اللي كاين بيان سور، ما عندكش تمويل ما عندكش شي حاجه فما طيحش قيمتك، سير قلب على التمويل، ما تمشيش تلقى لا سوليسيون بالحاجه السهله، ماشي حيت انت ما عرفتيش تلقى التمويل تجي تبقى عند واحد تبقى شادو لاصق وتمرد فيه تقول لي تعاون معايا، وفي الاخر طيح قيمتك هو ما غيتعاونش معاك او فان دو كونطرا حتى واحد ما غيتعاون معاك، راه بنادم الا نقص لك كاع نقص لك هذيك 100 درهم راه هو اصلا غينقصها لك اني وايز، ماشي حيت قلتي لي انت تعامل معاه، الا بقيتي معاه وقلتي لي غاتنقص عليا راه هذا هو باش كيسوى البخير، راني درت في السوق راني سولت راه غادي ينقص لك، الا عرفتي كيفاش تحط ليه دي بوان سوغ لي اي اون بون نيغوسياسيون راه غينقص لك، انا غادي ينقص لك و او ميم طون غتبقى محافظ على القيمه ديالك، ما عندكش علاش كاريمون انك طيحها باش تنقص 50 درهم. دونك كنظن بان هذه القضيه واضحه، بيان سور غادي نحطوا بيان سور دي فيديو اخرين، الا عندكم دوطر كيستيون فهاد الاطار غنخليهم ليا في لي كومونتير غادي نجاوب عليهم كاملين ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو معنا في لاباج انستغرام وهنا في يوتيوب وفيسبوك باش يوصلكم دائما الجديد، ومرحبا بكم.